نعم. شيخ أحسن الله إليك، رجل اشترى سيارة وضمنه ضامن وتأخر هذا المشتري في السداد، فهل لهذا الضامن أن يسد عن هذا بزكاة ماله؟ لأنه إن لم يسد سوف تقوم الشركة باستقطاع من مال الضامن. نعم. أرأيت إذا سدد من زكاة ماله أليس يدفع عن نفسه؟ أجب، بلى هو يدفع عن نفسه، والزكاة يجب أن تكون خالصة لله، ما للإنسان فيها شيء، لكن له أن يعطي الرجل دراهم من الزكاة إذا كان فقيرا ويقول اقض دينك، أما أن يدفع عن نفسه المطالبة بزكاته فهذا لا يجوز.